فمن طلب شيئا منهم او اراد خطره واعاده عنهم فتعرض للانتقام تحليلا تاما حسب الواقف عليه العمل. ولا بد كما نمر اهل تدغى احمد بن اسماعيل هذه يا سيدي واحد اللي سمى صفر طبيعي باش نعرفوا المجاهدين مشوا يطوروا المستعمر في المغرب طوروا المستعمر وجاب الادله بالقران والحديث وفقهاء هذه يا سيدي هذه ديال مولاي الحسن هذا ديال مولاي الحسن كذلك هذا الحكم ما بأيديهم من حيث كيديهم أو زيادة وعلى هذه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقتفاء نستقبل المريض وتتعطر منه الأنهار وتتفتح له ثمار الأشجار. نرحب بالسيد الكاتب العام لجامعة الغير والوفد المرافقة ونزف إلى حضراته أصدر عبارات الترحيب وأنقى مشاعر التقدير والاحترام مثمنا حضوركم الفعلية لتقاسم وإعلاء فعاليات المسلم الديني للولي الصالح مولاي الحاج عمر قدس الله سيدنا باسم الزاوية على الفدرالية سالي تفضل رئيس هذه الفدرالية التي نتمنى لها التوفيق والسلام بإلقاء كلمة بالمناسبة فيتفضل المشكور الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرة السادتين قومي وزوار زاوية مولاي العمر بحرات الطالبين. تقوم الفرحة والسعادة عندي في هذا المقام الطاهر وفي هذا اليوم المبارك سائلين الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم خاطراتكم ومباركتكم المنتظرة. أيها السادة الكرام، إننا نحتفل اليوم بذكرى رجل مؤمن عظيم إنه الولي الصالح الذي يقود في هذا الطريق اسمه المولى الحاج عمر. وجدت أحبابي هذه الزاوية ومؤسسها الذي أدى حياته للمعرفة ونشر العلوم ونشر العلوم الشرقية من خلال هذا المكان الذي ساهم وما زال يساهم أحفاده في نشر القرآن والعلوم بين الأجيال من خلال كتاتيب القرآنية والمدرسة القرآنية سيدي الحافظ حيث نعمل فيها الآن وفق مناهج التعليم العتيق التابعة من
بإدارة الأوقاف وشؤون الإسلامية. أيها السادة، نتمنى لكم الاستمتاع بفقرات هذا الحديث الذي نستهدف بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم على أن تتمتعوا بحول الله وقوته بالدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أمينه الله ونصره. الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده لعملك الكريم. الفضلاء
المحترمون الحضور الكريم كل بنعمه الطيب السليم واسمه الكريم سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وفي الحقيقة ستكون كما قلت سيد السير كلمة قاطعة عسى الله عز وجل أن ينفع بها وذلك من وحي هذه الذكرى وهذا الموسم موسم الولي الصالح مولاي الحاج عمرو الذي استقر به المقام هنا على هذه الأرض الطيبة بعد رحلة طويلة نشر خلال هذه الرحلة العلم وأصلح بين الناس وأشاع فضيلة وأمات رديئة فكان هذا الموسم مناسبة للاكتفاء بطلبة القرآن الكريم كما تعلمون بتخرج أفواج من حفظة القرآن الكريم الذين من الله تعالى عليهم بختمه ثم ينتشرون في الآفاق يؤمون الناس ويدعون إلى الله عز وجل ويشعرون الخير الذي تلقوه من هذا المعين من معين هذه الزاوية المباركة وعليه فوفاء بروح الولي الصالح للحج وكذلك لما أنشئ له ولأجله هذه الزاوية وعلمه مما ذكر سواء بالنسبة للرواية الشفهية أو ما وصل إلينا مكتوبا أنه رحمة الله تعالى عليه أنشأ الزاوية على تقوى الله عز وجل يصلح به الناس وينشر الخير والفضل والقرآن الكريم بل وينشر العلوم إنه كما قال عنه صاحب المعسر إنه عالم لو عالم ويغار على العلم له غيرة على العلم أن يطع عطاه من لا يحسنه أن يطع عطاه من لا يحسنه يطع عطى العلم أهل العلم ويتولى القرآن الكريم وتدريس القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم أهله وكذلك يتولى أمور وشؤون المؤسسات الدينية أهلها سواء كانت زوايا أو غير زوايا أهل الشأن هم أدرابه أهل الشأن هم الذين ينظرون في مآلاته ومقاصده أهل الشأن هم الذين يعلمون موضع القدم ليرتقوا بشأن الزاوية وللإبقاء على ما أنشئت وأسست من أجله الزاوية القرآن الكريم وتحفيظ القرآن الكريم ونشر الخير والفضيلة والحرص على أن يتعلم أبناؤنا أبناء الزاوية أولا أبناء هذه المنطقة هذه الروح الطيبة المملكة الشريفة أن يكملوا بهمة على تعلم القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم ليستمر هذا العطاء المبارك ليستمر هذه الشجرة في إتيان ثمارها وهذا الصرح العلمي هذه المنارة في مد الناس بالظل ليتفيئوه ضد العلم وضد المعرفة وضد الخير إن هذا الشأن ليس شأن تقاطبات وتجاذبات وما إلى ذلك أعطي القوس باريا يا باري القوس بريا ليس يحسنه الجفا عجوز البيت ظلمت القوس أعطي القوس باريا بمعنى لك عقلها لك عقلها فهذا أولا يعد وفاء كما قلت لهؤلاء الصالحين الذين نمدحهم أي نأخذ من معين سيارهم الطيبة
لنمضي على هديها وعلى سننها ولنقتفي الأثر، نسفله في ذلك الوجوه ونستقصيه لتبقى هذا المنطقة وأنتم أهلها سنة الزاوية، وأنتم تعلمون أن لها إشعاعا علميا تفردت به الزاوية العظمية بتربة السفلى وبأرض تربة وبلغ إشعاعها يعني بلغا عظيما وشقا عظيما. فهذا كله يقتضي العمل أولا على الترسيخ وتعزيز هذه المكتسبات، ثانيا الزيادة الزيادة، وهذه المهمة ملقاة على عاتق علماء وفقهاء الزاوية وشباب الزاوية وشباب الزاوية، لأن سبحان الله العظيم راه إشعاع كما قلت ديالها في المنطقة والشهرة ديالها كشهرة مؤسسها سيدي الحاج عمرو، هذا إرث ليس بالهين، هذا إرث ليس بالهين، ما ينبغي أن يفرط فيه البتة. ثانيا في هذه العناية تجلي لمن علامة على حب هذا الوطن وعلى الولاء والإخلاص لهذا الوطن ولوليه أمر هذا الوطن الإمام الأعظم سيدي محمد السادس حفظه الله، وعلى ثوابته الدينية والوطنية، ثوابت الدينية والوطنية، والثوابت الوطنية فهي ثوابت دينية مستمدة من الدين، إنما يسمى هذا الفصل فقط الحديث عما هو وطني ولكن ليس وطنيا صفا قد فهو من الدين، والأمر عندنا قائم على إمارة المؤمنين التي انضطرت ومحت معالمها وما عاد لها وجود في أي بقعة من بقاع الأرض إلا في المغرب ولله الحمد والمنه، إمارة المؤمنين وما أدراكم ما إمارة المؤمنين. فالعناية بالثوابت وبشؤون الزاوية وبتعليم القرآن الكريم والفقه والعلم وما إلى ذلك كلها طاعة لله تعالى وخدمة للمصلحة العامة وتمكينا للحياة الطيبة التي وعد الله عز وجل بها عباده المؤمنين الصالحين من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم سيد الرئيس المحترم. بعد كلمة سيد الرئيس المحترم سننتقل منكم أيها السادة الأفاضل إلى الاستماع إلى قراءة فردية من أداء الشيخ سيدي عبد العزيز زينو فليتفضل. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم
السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم لمقت الله أكبر من مقتكم تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون. لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. Yeah.
الرياضية أنس عزيز في قراءة البقية. بسم الله الرحمن الرحيم. من الجلال الشريف أسماه الله مولانا أمير المؤمنين نصره الله وأعز أمره. من أبناء شرفاء زاوية مولاي الحاج عمرو بدوار حرس المرابطين جماعة غسل بقية غير جهة رأس الله. برقية الولاء والإخلاص المرفوعة في مسورة الآية لله جلالة الملك محمد السادس نصره الله. السلام على المقام الآل الله ورحمته تعالى وبركاته. فبعد تقديم ما يليق من فروض الطاعة والولاء لمقام أمير المؤمنين مولانا صاحب جلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه وعلاه، وبمناسبة انعقاد موسم الدين السبع من زاوية الوالد الصالح مولاي الحاج عمرو لعام 445 هجرية الموافق لعام 2024 ميلادية لحارة المرابطين جماعة الصفا، تتشرف بجيران زاوية الحاج عمرو بالثقافة والتنمية المستدامة بكل إجلال وإكبار ونيابة عن شرفاء الزاوية وسكان حارة المرابطين أن ترفع إلى مقامكم معالي الله أعمق آيات الولاء والإخلاص المشموعة بصادر المحبة والوفاء. بصادر المحبة والوفاء لجلالكم وتشرفت بالعرش الأعلوي المجيد مباركين لجلالتكم كل الخطوات التنموية التي تخطونها بهذا الوطن نحو تقدم ورفعة وازدهار في ظل نعمة الأمن والاستقرار. وبهذه المناسبة نجدد لكم العهد يا مولاي أننا سنظل جنود المجاهدين خلف جلالتكم لخدمة هذا الوطن العزيز من أجل المزيد من التقدم والرفاه. وفي ختام هذه المناسبة السنوية المباركة نرفع معكم البراءة للعلي القدير أن يبارك في عمركم ويبارك جهودكم ويعطيكم نصرا ولادا للبلاد والعباد ويكف عينكم بولي عهدكم المعهود والولاء الحسن وأن يشد أثركم بشقيقكم وبيرشي وبسائر أعضاء الأسرة الملكية الأدوية الشريفة. كما نسأله تعالى أن يتأمل بواسع رحمته ورضوانه بالغ في الحديث وأن يكون من المغفور له الحسن التام ومحل البلاد جد المغفور له محمد الخامس إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي لله ورحمته تعالى وبركاته. يوم 18/2/2024 الموافق ل 25/2/2024 عن أبناء الزاوية الأولى. شكر الله سيدي الكريم على أمل اللقاء بكم في موسم القادم بحول الله. فالشكر موصول للمجلس المحلي لقريبة الغيظ، كان الشكر موصولا للمديرية الإقليمية لشؤون سلمية الغيظ، وكذلك الشكر موصولا للسلطات المحلية بمختلف تدرجاتها عموديا وأفقيا ولكافة الفعاليات المشاركة والمتعاونة والمساندة لإنجاح هذا الموسم المبارك. فنزلتم أهلا وحلتم سهلا وطبتم وطاب ممشاكم وشكر الله حميد مسعاكم. والختم للسيد محمد فؤادي فليتفضل مشكور مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين الرحمات المهداة والنعمات المسداة سيدنا محمد الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعلى التابعين وتابعيهم بالإيمان والإحسان إلى يوم الدين. يا رب
يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا رب ويا مغيث كل من دعا نسألك يا مولانا بأسمائك الحسنى ونسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من قبلك أو استغفرت به في علم الغيب عندك أن تحيي بوصفك أمير المؤمنين محمد السادس اللهم يا ربنا انصر نصرا مبينا نصرا تعز به الدين وتعلي به رايه الحق واليقين ونسالك يا سيدنا ان تريه في ولي العهد الامير الجليل مولاي الحسن ما يقر صدره ويثلج صدره اللهم يا رب وأريه كذلك في أخيه المولى الرشيد كل ما يسعده يا حليم يا كريم وتأمل يا ربنا بواسع الرحمة والرضوان فقيد يا العروبة والإسلام محمد الخامس والحسن الثاني اللهم يا رب اجعلهما في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم يا رب أيد بنصر كل من دافع عن هذا الدين في كل موطن يا ارحم الراحمين. وانطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم كذلك لا يفوتنا ان نرفع أكف الضراعة إلى المولى جلت قدرته أن يتغمد بواسع رحمته فقيد صاحب هذا الطريق وأن يجعله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسألك يا مولانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعز الدين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اجعل هذا الاجتماع جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا من الشر مصيرا. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته. اللهم اجعل عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أرحم الراحمين يا رب العالمين أسألك يا مولانا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تطوي الشعب والرضا والإغوال على كل من دفع عن الحق في هذا المكان وفي غيره. أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب انزل علينا من بركات السماء واخرجنا من خيرات الأرض. اللهم إنك قد قلت وقلت وقولك الحق المبين ولا رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اللهم إننا نجزم جزما أنه لا يأتي بالماء المعين غيرك فأت به حالا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصفه بارك وبه متاك وشر رحمتاك وأحي بلدك الميت. اللهم اسكن الريح ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالبلاد والعباد من الضنك ما لا نشكوه إلا إليه. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا فلا تخيب يا خالق الأرض والسماء إنك على ذلك قدير. آمين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بأسمائك الحسنى